أكد مصدر أمني في جزيرة سقطرى اليمنية تعرض 30 منزلا لأضرار جراء السيول والرياح التي سببها إعصار تشابالا الذي ضرب الجزيرة خلال اليومين الماضيين. وأوضح المصدر أن ذلك جاء إثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه البحر ودخولها إلى المدينة. وقامت الأجهزة المحلية بإجلاء مئات الأسر إلى المقرات الحكومية والمدارس البعيدة عن المناطق الساحلية.